Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الفضيلة وعاث الله مقام الحمد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد امين. الله الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنا العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علينا إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. Thank you.
Astaghfirullah al-Azim. La ilaha illallah. Salat al-Taraweeh. Qiyam Ramadan. We're reciting from Surah Nur, verse 11. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم
ويبين الله لكم آيات ويبين لكم الله الآيات ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
Allah. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In Surah Nur, mashallah, there are plenty of rulings. It's a Madani Surah, and we know that the characteristics of the Madani revelation is full of rulings. But in this particular Surah,
The main theme, if you want, is about protecting reputation. So we know that the story of Al-Ifq, the rumors against Aisha radiallahu ta'ala, where the munafiqun, the hypocrites, accused her for her chastity radiallahu ta'ala. And so Allah revealed this surah to clean her reputation and talk about the consequences of such rumors in that community. And I want you to remember, whenever we talk about the revelation, you need to understand where was this revelation, at what time, in which community. So it's a Jahiliyyah community, they have no limits but the cultural limits, they have no rulings but the cultural rulings. So the Quran is establishing a new community with new rules and regulations and stuff like this. So the revelation came down to draw the line between what is permissible and what is not permissible, and this is what we call the hudud. So we have the ayah, or the verses, talks about lashing someone for 80 lashes for spreading a rumor if there's no evidence. You need four witnesses. If you cannot bring four witnesses, then he should be lashed, or she should be lashed for 80 lashes. 80 lashes is not something easy. It's not imprisonment, it's not community hours you work, no. It's a punishment. Some people might say, it's barbaric, it's this, it's that, yeah, but you know what? Destroying someone's life is not a light sentence. It's a heavy sentence. So when you see Allah Azza wa Jalla is putting in place a punishment, it's not for the sake of punishment, it's a deterrent. So people should not come near this at all, should not come into rumors and establish and fabricate rumors. And I'm pretty sure we all came across someone's life was destroyed because of a rumor in the news, or some politicians decided that he doesn't like this person, or even a journalist, he wants to get famous, he will just go and throw right, left and center stuff to bring more audience and more sales to his magazine or his online or offline stuff. And after 2-3 years in courts, we were wrong. But you destroyed his life, you destroyed his career, you destroyed his family, and what shall I do with your sorry? So the Quran is putting in place hudud and limits for this reason, to deter people from getting involved in such rumors. And this is on one side. On the other side, Allah Azza wa Jalla talks about the reception. So he talks about the inception of the rumors, and he talks about the reception of the rumor. As a community, how do we deal with that? We are a community of, I don't know what to say, to be honest, can be easily provoked and easily go with the waves. Whatever there's in the community, we'll go with it. Hang on, hold your horses, guys. We have not seen yet any approval, any evidences, anything. Yeah, I always knew that this guy, he is fishy guy. Hang on. We need to see the evidences. We need to see the witnesses. We need to see, what's wrong with you guys? Don't jump into the conclusion. Allah says, you bring four witnesses. Otherwise, you will be lashed for 80 lashes. And on the top of it, you can never accept his testimony in the courts. That's it. Done. Unless he repented and he showed the opposite of that, and he regretted and he showed a good reputation later, then we can think about it. But before this, no. He is off the list of any witnesses, any case, any court.
So how do we receive the rumor? How do we deal with the rumor? We just enjoy these rumors and say, you see what? And you start sharing and you start, don't. This is haram. You are contributing to destroying someone's life. Don't. And Allah says, the first thing, if you were to hear it, you say, this is buhtan, this is unacceptable, this is a lie. So yes, you have this statement that the person is innocent until proven guilty. Yes, it's an Islamic concept. It is an Islamic concept. So everyone is innocent until proven guilty. It's not the other way around. Yes, he's guilty until proven otherwise. No. So the reception should be, first interaction with it should be, no, this is a lie. Bring your witnesses. No witnesses? Chuck it in the bin. That's it. This is what Allah says. Paraphrasing, of course. So, yes, we need to be very protective of our reputation, our brothers and sisters' reputation, our community's reputation, not to be reactive. Be people of reasoning, people of evidences, people of logic and wisdom. So we ask Allah Azza wa Jalla to make us among the people of the Quran. Amen. Verse 28, Surah Ar-Rum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Salatu wa Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد والشكر على ما قضيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك حامدين واجعلنا لك مطيعين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى نفوسنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أساء إلينا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله 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 أكبر
Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين